بسم الله، ربنا خذ بأيدينا إلى حيث تريد وترضى. آمين يا سيدنا يا كريم. رينا موجات متتالية من قسوة البشرية على البشرية، وشكون القاسي أكبر هو اللي مثل صاينة، ولو ما كانش فما الاسم ذا يقبل، ومثل الكنائس اللي مستحيل باش تقول الصهيوني مازال فيه خير، ولا تقول الكنائس في عمومها مازال فيها خير. يديهم ملوثة بالدماء في حق كل الشعوب. ورينا عمليا انجلترا ماذا صنعت، وفرنسا من ورائها ماذا صنعت في المغفلين من الشعوب. استعمار بدعوى ان هؤلاء تلك الشعوب بحاجة الى اصلاح حالها، فاستعمار لبعثها من جديد واخراجها من كما تقول انت الجاهلية. تلي هما الصهاينة ومن ولاهم من الكنائس هما اجل الجاهلية، انهم يدعون العلم ولكن لا يقولون ولا يفعلون إلا ما يزيد العلم تقهقرا. نسأل الله السلامة في كل أحوالنا. آمين يا عظيم يا كريم.